بعد نوع. طبعا مكونات الكيت اللي تكون من ثلاث مكونات، اول هي البفر فور جيمزا، اثنين الستوك، ثلاثه الميثم. كل مانو الا شغله طبعا، يعني تحضير الوركينج ايجنت اللي هو يتكون لي من 8 سي سي من البفر و سي سي من البفر ميكسينج وذ ستوك، نمزجهم الستوك سي سي من الستوك و 8 سي سي من البفر، نمزجهم يصبح محلول العمل جاهز. طبعا بعد نحضر المد فيلم اللي هي تكون مستعدات، طبعا هي عده طرقات مستخدمه للصبغة. اولا يعني من الممكن تستخدم يعني صوره عرضيه للسلايد، طبعا نفس السلايد لكن صوره عرضيه بدرجه حراره او درجه 45 درجه سي، يعني 45 درجه بتخليها يعني شو نقول يعني امام القطعه، ثم السحب للامام، يعني شو الطريقه تصير بطريقه السحب وليس بطريقه الدفع. هذه الاضباط والماشين عليها حاليا. طبعا بعدها ننتظرها وننتهي الوقت اللازم حتى تجف. بعدها نستخدم الميثانول، نستخدم الميثانول طبعا نترس السلايد السطح مالته، طبعا السلايد طبعا يكون عندي بصورة كاملة يعني، وننتظر حتى يجف. بعد الجفاف عندنا يعني بلف فيلم جاهزة، ولكن مو بالطريقة المضبوطة ماشيين على كل حال. فهذه اللي فيلم نخلي فوقها ليثانول، يعني نستخدمه فوقها حتى تجف. بعد الجفاف نستخدم الوركينج ايجنت اللي استخدمناه اللي حضرناه من 8 سي سي 2 سي سي من ستوب. فعندنا ننتظره لمدة نص ساعة بعد ما يجف من الايثانول نص ساعة. طبعا هذه حتى تكون بالضبط، هذا الجيم، هذا الجيمز ستوب، الجيمز ستيل ستوب اللي حضرناه. بعدها ننتظر نص ساعة، ورا نص ساعة نغسله بالبفر، البفر اللي هو هذا نغسله، ورا نص ساعة نغسله بهذا البفر، ثم بعدها ننتظر حتى يجيك ونستخدم الاويل اميرشن، هذا الاويل اميرشن الموجود للعدسة 100 تكبيرها، ثم بعد نشوف الخلايا واشكال الخلايا.